السلام عليكم، معكم أخوكم علاء. كثير وصلوني مسجات بعد ما نزلت الفيديو عن نزل الموتر، ومبصدقين أنه الفيديو غير لونه بكبسة المفتاح. طبعا خلينا نوريكم المفتاح. طيب يقولوا أنه ما يضغط، بس لازم نتبرمجه أول شيء حتى يقدر تغير اللون. تسكيرة الشباب مرة مرتين ثلاث، خلينا تفتح مرة مرتين وتضلك كابس حتى تتم البرمجة. زين، بعد هيك من تضغط على المفتاح اوكي يتغير اللون زي ما شايفين. حتى زين نشوف قريب تغير اللون مرة ثانية. لحظة، تغير اللون. طبعا الجلاد اللي عندي انا يتغير لونه بس بضعة الوان مش كثيرة. تقدر تلعب في البرمجة لكن لازم تشبك السيارة على الكمبيوتر. هاي غير اللون. بس بدك ترجعها للون الأصلي، تضغط مرة مرتين ثلاث، تفتح وتسكر، هيك ترجع اللون الأصلي.